السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أكلات مغربية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم لي بات في الفران بطريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. في طنجرة عندي الماء غليان ودرت معاه الملحة. دابا غادي نزيد لي بات. عندي هنا جوج الأنواع ديال لي بات، ممكن ديروا حتى ثلاثة إلا بغيتو. غنضيفهم على هذا الماء ونخليهم يطيبوا، ولكن ما يطيبوش بزاف، يبقاو شادين شويه في راسهم. عاد نمروا للمرحله النهائيه. هنايا من بعد ما طابوا لي بات دابا غنصفيهم من هذا الماء. دابا غادي ندير عليهم ماء بارد باش ما يتعجنوش. من بعد ما استقطروا لي بات مزيان، خديت المول ديال الكغاطا دهنته بالزيت. دابا غادي ندير فيه نصف الكميه ديال لي بات ونضيف صلصة الطماطم. عندي مطيشة حكيتها وزدرت معها شحرتها بشوية ديال الزيت والملح والبزار. دابا نوزعها بشكل متساوي وغنضيف الكفتة. عندي هنا كفتة مشحرتها هي في شوية ديال الزيت والبزار والملح، غادي نضيفها على لي بات هكايا. نوزعها بشكل متساوي وفوق من الكفتة غادي نضيف الموتزاريلا مبشورة. كليكم تستعملوا الفرماج على حسب المتوفر وعلى حسب الذوق. ودابا غنضيف الطبقة الثانية اللي بقات ليا ديال لي بات. وغادي نوزعها تاهي بشكل متساوي. وندير مرة أخرى طبقة من صلصة الطماطم. ومرة أخرى غادي نضيف الكفتة بنفس المراحل اللي درت في الأول، غنتبعهم في التالي. ومن بعد نضيف الجبن المبشور. كنتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة لأنها فعلا كتجي هائلة ولذيذة جدا، غتعجبكم إن شاء الله. ودابا غنضيف قطع الفطر، من الأحسن تضيفهم قبل الفرماج، قبل الجبن لأن أنا نسيتهم. شي مشكل، غنزيدهم دابا. اخر حاجه غادي نضيفها في الاخير هي شرائح الجبن، شرائح جبنه الساندويتش مقطعه بهذا الشكل. هي كتكون بهذا الشكل هذا، قطعتها قطع صغيره وضفتها من الفوق. هذه هي اخر مرحله. ومن بعد غادي نغطيها بورق الالومنيوم، نغطيها مزيان وندخلها الفران يكون سخون مزيان من قبل. نشعلها من التحت ونخليها 15 دقيقة. ومن بعد نحيد لها الورق ونزلها ونشعلها من الفوق باش تحمر شوية وصافي نمرو للمرحلة النهائية. قبل ما ندخلوها الفران نتقبوها، وبالنسبة لدرجة الحرارة تكون عالية شوية. صافي كما قلت لكم غادي نشعلوا ليها من التحت نخليوها 15 دقيقه حتى تطيب ونزلوها، اولا نشعلوا ليها من الفوق ونحيدوا ليها الورق باش تحمر شويه. صافي ان شاء الله واجده. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، كنقدمه لكم بالصحه والراحه. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر اعجاب او جيم والاشتراك في القناه باش توصلوا دائما بالجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.